السلام عليكم، مرحبا بكم. حكيمة العاصمة معكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت يعني حنوجد الخرشف مرقة بيضة، والخرشف ما يخفى لكمش تكون حاضرة بقوة في فصل الشتاء. وهذا الخرشف الناس زمان كانوا بزاف يحبوا هاد الخضر تاع الخرشف، ويديروها يعني بزاف في الأطباق تاعهم. أنا هنا شوفوا يعني نوريكم، نقيتها والخرشف يجوا فيها هاد الخيوط كما راكم تشوفوا. أنا هنا نقيتها ودوك راني حندير لها الماء ونوريكم. يعني شوفوا يعني الورق، يعني هذوك الخيوط انا راني نقيت، بصح انا راني حنحي لها هذوك الخيوط، نجيب الورق تاعها. وهذوك الورق فيهم فايده كبيره للناس اللي يعانيو يعني نسبه كبيره من الكوليسترول، يغلوهم ميم تيزانات. شوفوا الخيوط اللي رانا حنحو ونشدو بالسكين، يعني نكرطو. شوفوا نكرطوها كيما راكو تشوفوا. يعني كاين ناس نقول لكم يعني ننصحكم باش تاكلوا يعني هاد الخرشف. شوفوا كيفاش راني حنقيها، يعني ديما كي نقوها يعني نصيبوا في هادوك الخيوط كما راكو تشوفوا. يعني الخرشف انا يعني اللي نحبها بزاف ما نكتبش عليكم، يعني نقسموها هكذا مرصوات صغار ولا مرصوات كبار كيما تحبوا. انا المهم حبيت يعني نشارككم ونوريكم يعني كي نكونوا نقوا فيها. شوفوا هذوك الخيوط اللي نخرجوهم منها، يعني ونسيو بالسكين هكا نكرطو شويه. ما يخفالكمش كون نقول لكم الخرشف كي تكون الشتا قاويه نصيبو به زمان، والله دي يعني نعطيها لكم بوتشغللو اللي شفا الناس زمان سقسوهم ويقول لكم بوتشغللو نصيبوه داخل الخرشف الصغير. هذوك حشرات يكونوا يعني. شوفوا انا هنا نقيتها، انا دوك نغسلها مليح وندير لها القارص، دي ترونش تاع القارص، ونديرها تغلي. رانا رايحين باش يعني نكملوا كاع المقادير بالنسبه لهاد الخرشف. يعني راح نديروها يعني مرقه بيضه وتجي بنينه. دوك نوري لكم انا هنا عندي، شوفوا يعني كميه غير تاع اللحم، نقدروا نديروها بالغلمي ونقدروا نديروها بالبقري، باش هاد اللحم يعني ما قدوش نديروا الخرشف مرقه يعني بلا لحم. يعني ما نكون عندكم عظم عظمات، انا كيما انا راكم تشوفوا يعني ماشي كميه كبيره باش تبني لي يعني الطبق هذا تاع الخرشف. لازم يكون وعندي حبه بصل كبيره كيما راكم تشوفوا، قطعناها بهذا الشكل. انا ما نربيش البصل، نحب نقطعو يعني صغير. وعندي الحميصه لازم تكون حاضره في هذا الطبق تاع اليوم تاعنا. وعندنا يعني بالنسبه في الاخير لازم القارص والمعدنوس، هذاك نستعمله في الاخير، والزيت والملح والقرفه وفلفل الكحل. دوك نبداو على بركة الله. انا حين نبدا اول شيء نحبط هذاك البصل تاعي، البصلة كبيرة، لازم البصل تكون كمية كبيرة تاع البصل. وبالنسبة للزيت انا كيل ديما بلا ما ندير القلعة، عندي 4 مغارف كبار تاع الزيت. يعني قبل ما ندير اللحم شوية نطيح يعني كما نقولو نقلي هاد البصل تاعي، نجمروه على نار قليلة ونكملو يعني الطياب تاعنا. البصل تاعي راهو تجمر كما راكم تشوفو، راني نجمرو فيه. نزيدو نرمو اللحم تاعنا، يعني ونحركو ما نديروش لي زيبيس حتى يزيد يتجمر اللحم تاعنا. اللحم تاعي راهو يتجمر كما راكم تشوفو. دوك انايا ندير الملح والقرفة، يعني ندير كمية شوية كبيرة على كيما نقولو مغرفة تاع القهوة تكون معمرة، وفلفل الكحل يعني ما نكثرش فلفل الكحل، شي يعني المرقة تاعي ما تجيش كيما نقولو حارة. ونحركو ديما ندخلو هذيك التوابل يعني لي زيبيس تاعنا، نحركوهم مليح. شوفو يعني انا راني لي زيبيس تاعي راني قاع دخلو كيما راكو تشوفو. نزيدو هذيك الحميه تاع الحميصه، وكاين اللي يحب الحميصه تكون كميه كبيره، يعني الحميصه تزيد تبني لنا هذا الطبق تاعنا. يعني كلش تجمر لنا كما راكم تشوفوا، يعني تجمرنا كلش. انا هنا درت يعني الماء دافي ولا سخون كما تحبوا، يعني ديروا الماء تاعكم تحت اليدين
ما نعمروش بزاف، المهم يعني ما يكونش اللحم ما يزيدش يطيب لنا يعني كاع، لازم نكملوا اللحم تاعنا يعني يطيب مع الخرشف. الخرشف كيما راكم تشوفوا راهي تغلي، ودرت لها دي ترونش تاع قارص، وانا هنا شوفوا ما درتش الكوكوطا. هذا اللحم يعني الكميه تاع اللحم كي تكون ماشي لوفو هذاك الكبير يعني ما ياخذ لناش وقت كبير، ساعه بالقليل يعني بالكثير ساعه ونص يعني اللحم تاعنا يطيب لنا زبده. وانا الخرشف غير تغلي هذيك نص ساعه نكمل لها يعني مع اللحم، باش يعني ما يزبش يعني نخلي الخرشف تغلي كامل حتى طيب زبده. انا نفضل يعني الخرشف نص طياب نكمل نرميها تكمل لي مع المرقه تاع اللحم. الخرشف تاعي بعد ما غليتها شوفوا دوك انا يعني حنديرها تكمل، بسم الله يعني نكملوا لها يعني مع الماء ما زدتش من الضغط كيما شفتوني تحت اليدين. وانا هنا دوك الخرشف يعني بعد ما درتها واش نزيد، نزيد لها شويه معدنوس. دوك نجيب المعدنوس تاعي ندير شويه معدنوس نزيد يعني البنه، وفي الاخير ما كيطيب نزيدوا لها القارص، نعصروا لها مليح كميه تاع القارص ونزيدوا لها شويه تاع المعدنوس، ويعني نخلو الطبق تاعنا يطيب غير على نار قليله. ونقول لكم يعني التمريقه مانيش حاجة نزيد، ونوريكم الخرشف تاعي يعني على طبق التقديم ان شاء الله. ها الطبق تاع اليوم اللي حضرته معاكم، الخرشف مرقه بيضه ورافقته بالقارص كيما راكم تشوفوا، ورشه تاع المعدنوس. ونوريكم يعني المرقه تاعو كيفاش جات ثقيله، ما درناش ماهي بزاف. وان شاء الله الناس اللي ما يحبوش الخرشف ننصحهم باش يتناولوا الخرشف مرقه بيضه. يعني الخرشف نقدروا نديروها بزاف باطباق يعني تكون حاضره، والخضر كاع مليحه يعني للصحه. وان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي كيفاش حضرته، ونتلاقاو ديما في وصفات واحده اخرى باذن الله. وان شاء الله ما تنساونيش بالمشاركه باش نقدر نوصل معكم الاطباق اللي نعرفهم. ونقولكم تهلاو في صحتكم وفي امان الله.